حاجة تهمني ويمشوا ويسيبوني، دايما ماسكين ساعتهم وبس، ويديهم هو شاي زي ما انت شايف كده. دماغي بقت فيها حاجات كتير، مش عارف اعمل ايه. ما تزعلش يا بودي، محدش هيمد ايده في شعرك تاني، عشان هيرا كاريزما الكورس الاخضر هو الكورس المتكامل لمشاكل الشعر الهايش والمتقصف وتسليك الشعر الجاف، وكمان للعناية بالشعر الكيرلي اللي بيحتوي على الشامبو والماسك والكريم الليف ان. هيرا كاريزما اجمد تركيبة في مصر. مشكلة فروة الراس مشكلة كبيرة، بس ليها حلول كتير غير كده يا ماما. هيرا كاريزما الكورس الأحمر هو كورس متكامل هيخلصك من مشاكل فروة الراس من غير مقشات ولا شباشب. هيرا كاريزما الكورس الأحمر بيحتوي على الشامبو واللوسيون. هيرا كاريزما أجمد تركيبة في مصر. بس هيرا كاريزما بقى حلت لك مشكلة تساقط الشعر وإعادة النمو. أمبولات هيرا كاريزما الكورس الأزرق لحل مشكلة تساقط الشعر وإعادة نموه في وقت قياسي. عبوة تحتوي على 5 أمبولات زائد أبليكيتر طبي لسهولة الاستخدام. هيرا كاريزما أجمد تركيبة في مصر. اللي بيحصل كل يوم لأنهم بيستعملوا هيرا كاريزما الكورس الأصفر اللي بيحتوي على البروتين والشامبو والماسك وكمان السيرم. كورس هيرا كاريزما الأصفر للشعر المجعد في 90 دقيقة بيدي نعومة ولمعان للشعر طول السنة. هيرا كاريزما أجمد تركيبة في مصر. بقى أكتر حاجة عملنا حسابها في هيرا كاريزما الحماية. مع هيرا كاريزما الكورس البني كورس الحماية اللي هتقوي شعرك بيه ويبقى جامد وما يقعش منك طول السنة. هيرا كاريزما الكورس البني اللي بيحتوي على السيرم والماسك والشامبو لحماية شعرك من عوامل التلف. هيرا كاريزما أجمد تركيبة في مصر.